في مطار أبو ظبي حطت أول طائرة إسرائيلية رسمية تحمل وفدا أمنيا إسرائيليا وآخر أمريكي. الطائرة التي أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب عبرت الأجواء السعودية إلى الإمارات دون موقف سعودي واضح من عبورها. الرحلة الجوية رأى مستشار ترامب وصهره أنها خطوة تاريخية يراقبها العالم العربي والإسلامي، بينما وصفها مستشار الأمن القومي الأمريكي أنها تطوي كل أحداث الماضي عن الإمارات وإسرائيل والعلاقات المتطورة. نتابع هذا التقرير. أقلعت طائرة العالي الإسرائيلية من مطار مؤسس دولة الكيان الإسرائيلي بن غوريون في تل أبيب إلى مطار أبو ظبي مروراً بالأجواء السعودية. وفدان إسرائيلي والآخر أمريكي من كبار الشخصيات في إدارة الدولتين، هما زوار أبو ظبي الجدد وضيوف الشرف في حضرة شيوخها العرب. الوفد الأمريكي ضم جاريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب وصهره، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وكبير مستشاري مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روب غرينوي، بينما يرأس الوفد الإسرائيلي مائير بن شابات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره صرح قبل إقلاع الطائرة أن هذه الرحلة تاريخية يراقبها العالم العربي والإسلامي. حسنا، هذه رحلة تاريخية ونأمل أن تكون بداية مسار تاريخي في الشرق الأوسط. لقد صليت أمس عند الحائط الغربي لكي يشاهد المسلمون والعرب من جميع أنحاء العالم هذه الرحلة. ليست وحدها الطائرة التي كسرت القيود، بل تلاها اجتماع ثلاثي أمريكي إسرائيلي إماراتي حضره بن شابات وأوبراين وكوشنر والشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي. ناقش قضايا وعلاقات تتعلق بمسائل الطيران والسياسة والسياحة والتجارة وعلوم الفضاء حسب ما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية. طائرة تحمل اسم كريات جات المستوطنة الإسرائيلية المقامة على أنقاض قرى فلسطينية قتل وهجر سكانها، عبرت أجواء أرض الحرمين دون موقف سعودي واضح من مرورها لتهبط فوق تراب عربي. يقول عنها مستشار الأمن القومي الأمريكي إنها تفتح مستقبلاً جديداً وتطوي كل سنوات الماضي، ذلك الماضي الذي عاش مأساته شعب فلسطين والعرب منذ وعد بلفور وحتى اليوم تريد السياسة محوه اليوم. للنقاش ينضم إلينا من واشنطن الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ماسون في واشنطن، كما ينضم إلينا في الأستوديو الكاتب الفلسطيني معين نعيم. مساء الخير. دعنا نبدأ، مرحبا بك. رحلة التطبيع الأولى بين أبو ظبي وتل أبيب مرورا فوق الأراضي السعودية دون موقف واضح منها، ما الدلالات هنا؟ يعني بداية أعتقد أن اليوم إذا كنا نعطي نقول أن اليوم رسميا تم احتلال الإمارات العربية المتحدة، إن قلنا أن نكبة فلسطين بدأت عام 48 فنكبة الإمارات بدأت هذا العام. اليوم حقا لفت انتباهي العديد من المؤشرات الواضحة. أولا الإصرار على المرور عبر أجواء السعودية كان واضحا وهو موضوع محاولة، وأعتقد أن السعودية لم يكن لديها خيار حتى بالرفض وأن الأوامر جاءت بأن يوافق عليها ولا يمكن أحد أن يقطع الطريق، وهذه مؤشر أن السعودية ماضية على نفس الطريق وأن الأمور قد اقتربت من التطبيع السعودي مع الكيان الصهيوني كما فعلت في الإمارات. البعد الثاني التزلف الواضح كان من الإمارات والموظفين والقيادات السياسية حتى أنهم ارتدوا أعلام الكيان الصهيوني على وجوههم بشكل واضح، يعني مؤشر أن الطرفان لم يكن هناك طرف يتصالح مع طرف آخر وكأنما سيد وكأن الظروف رتبت لخدمة إسرائيل. بالضبط، هذا وكأنما هو لقاء بين سيد وعبده وخادمه كان بهذا الشكل. النقطة الثالثة التي لفتت انتباهي هو طبيعة اللقاء. أول لقاء الأصل أن يكون لقاء جماهيري فيه نوع من التعاون، لكنه كان لقاء أمنيا ليعطي صورة عن حقيقة هذا التطبيع وأهدافه الحقيقية، هو أن تخدم
كل الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني الأمن الصهيوني وتقدم ما تستطيع لحماية هذا الكيان ليبقى في المنطقة كما هو كما عليه كما هو الحال كسرطان يسري في هذا الجسد. هذه على الأقل بعض الدلالات والمؤشرات الأولية. دكتور محمد، كشف النقاب أيضا عن لقاء ثلاثي إسرائيلي أمريكي إماراتي سيكون فيه طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الأمريكي ونظيره الإسرائيلي والأمريكي والإماراتي، ما الذي سيتم التباحث به وكيف تتابع هذه الأحداث؟ لا شك أن الإمارات تعول على الاتفاق مع إسرائيل على أنه بداية لتعاون أمني واستراتيجي بين الخليج وإسرائيل والولايات المتحدة، وما نشهده حاليا هو حرص كل من البيت الأبيض ومكتب نتنياهو على إضفاء أكثر رمزية ممكنة ليس على مستوى العلاقات الإماراتية الإسرائيلية فحسب، بل الأهم من ذلك هو كما لاحظنا أن كل تصريحات كوشنر خلال الأسبوعين الماضيين ركزت على أن هناك دول عربية أخرى على قائمة التطبيع وأن جهوده وجهود وزير الخارجية مايكل بومبيو تصبان في هذا المنحى. أعتقد أن الإمارات موعودة بمزيد من التقارب الأمني وسواء مع تل أبيب أم مع واشنطن، وربما لا يمكن أن نفصل التقارب الإسرائيلي الإماراتي عن القيمة الإضافية التي تعتقد أبوظبي أنها تكسبها من البيت الأبيض ومن وزارة الخارجية والدفاع والمخابرات الأمريكية. الأكثر من هذا أعتقد أن مرور الطائرة فوق الأجواء السعودية أعتقد رصيد يرى فيه الإسرائيليون والأمريكيون وحتى الإماراتيون أن هناك الآن نوع من التطبيع الإقليمي الشامل، بمعنى أن كوشنر يضع كل البطاقات الخليجية في جيبه وأنه المسألة مسألة وقت. لكن أعتقد الآن أول اختبار لهذا الاتفاق في مجال التعاون الأمني والعسكري والاستراتيجي هو أن إسرائيل غير مرتاحة لمشروع صفقة تسليم الإمارات مجموعة من طائرات F-35 من الولايات المتحدة. ولاحظنا أن أفضل ما قدمه بومبيو في هذا المجال هو أنه سيجد نوع من الموازنة المنطقية بين التوقعات الإماراتية من ناحية والمعارضة الإسرائيلية من ناحية أخرى. إذن بين الآن وموعد حضور محمد بن زايد ونيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض للتوقيع رسميا خلال أكتوبر أو سبتمبر، أي قبل الانتخابات الأمريكية، أعتقد أن هناك الكثير من الأمور التي سوف تتحرك وربما قد تكون في شقها سلبيا، لأن إسرائيل لا تريد أن تضاهيها في التفوق العسكري أي دولة عربية في المنطقة، لكن الشق الإيجابي هو هذه الرمزية السياسية ومحاولة جلب أو استقطاب أو استمالة العواصم العربية الأخرى، وأعتقد أن هناك تعثرات يعني أكثر من نجاح مستمر متواتر. نعم، هناك معلومات دكتور عن اجتماع مرتقب بين نتنياهو وترامب لبحث قضية F-35 هذه الطائرات لتقديمها إلى الإمارات، هل ربما تكون هذه المكافأة إن صح التعبير باختصار؟ نعم، أعتقد أن الإسرائيليين لن يقدموا التساهلات التي تتوقعها أبو ظبي، خصوصا وأنهم مهووسون بأمنهم القومي، وأعتقد أن الأمريكيين لن ينصاعوا لأي ضغوط أو لأي مطالب إماراتية. لذلك أعتبر أن أهم اختبار حقيقي لهذا التطبيع الإماراتي الإسرائيلي هو صفقة الطائرات، وعندما يترك بومبيو الباب مفتوحا دون حسم بأنه سوف يجد تلك الموازنة المنطقية، أنا أقرأ فيها أنه سوف يراعي الأمن القومي الإسرائيلي في المقام الأول أكثر من حاجيات المنظومة الدفاعية الإماراتية لطائرات أمريكية. المسألة فقط ليست يعني لن في تخرج هذا المستوى. نعم، لن تخرج الإمارات بشيء من هذا الاتفاق معين لديك تعليق؟ يعني أنا أعتقد التفاوضات تتم بين طرفين يملكان أوراق قوة ليستطيعوا الحصول على بعض المكاسب، لكن ماذا تملك الإمارات من أوراق قوة أمام الاحتلال الصهيوني، خاصة في ظل أن الإمارات لعبت دور
المفسد لكل المنطقة، ولم يعد لها حتى أصدقاء حولها في المنطقة إلا بعض الأنظمة التي تشبهها في 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 الشكل واللون والمنطق. فاليوم أعتقد حتى طائرة الـ 35 لن تتراجع دولة الاحتلال لصالح الإمارات، لأنها أخذت ما تريد، لم تكن تريد من الإمارات إلا أن تقدم كل شيء. واليوم رأيناه من تزلف واضح أن الطرف الإماراتي ليس لديه إلا الشو الإعلامي إن صح التعبير في هذه الصفقة. أما على صعيد المعلومة وصعيد الخدمة وصعيد الوصول لقلب المجتمع العربي، فالكيان الصهيوني الآن يحصل على ما يريد، ولا تحتاج الإمارات أو لن تقدم للإمارات عفوا ما أي شيء حتى تستطيع أن تحصل. والفائدة التي الاقتصادية التي ستجنيها إسرائيل أكبر بكثير. يا سيدي، الكيان الصهيوني يلعب اليوم على وتر حل أزمة الاقتصادية عبر الاستثمارات الإماراتية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فنقصد هذه النقطة. النقطة التالية، الإمارات اليوم بكل هذه العنجهية في التقدم نحو الاحتلال حتى لم تترك لنفسها خط رجعة في وضع يعني على سبيل المثال أحيانا تضع شروط للصفقة، إن سلمنا أو وقعت صفقة الـ 35 هذا المنطق التجاري في المفاوضات نوقع الاتفاقية، حتى هذه لم تفعلها الإمارات، بل تجرأ الكيان الصهيوني أن يعلن علنا أنه لن يسمح بتملك الإمارات. هذا أقل ما يقال، أنه إهانة واضحة جدا، كما أهانوهم في قضية وقف الاستيطان، وقف تنفيذ صفقة القرن ليخرج نتنياهو. يعني نسف كل الجهود الإماراتية. هو فضح، هو فضح. هذا دليل أن الصفقة تمت، الاتفاقية تمت، لم تتم بين طرفين ندين، بل بين طرف سيد وآخر يعتبر أساساً كان متحالفين، ولكن خرجت لا ليسوا متحالفين. لا لا لا، الإمارات ليست حليف للكيان الصهيوني، الإمارات تخدم الكيان الصهيوني. هذه نظرة الكيان الصهيوني لكل الأطراف التي تطبع معها. طيب دكتور محمد، أختم بهذا السؤال وبالعودة إلى القيادة الفلسطينية ومواقفها التي لطالما اعتمدت على مبدأ الأرض مقابل السلام، على عكس ما تنادي به إسرائيل، السلام مقابل السلام بين هلالين. تفضل. أعتقد أن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل يخرج ما صار عملية السلام من تلك القاعدة التي كانت تاريخية لعقود، يعني سواء خلال اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 79 أو اتفاقية وادي عربة عام 94، وأيضا المسارات الأخرى، المبادرة العربية وما إلى ذلك. الآن أن على الفلسطينيين أن يعوا حقيقة أن هناك عواصم عربية لم تعد تتمسك بمبدأ الأرض مقابل السلام. وعندما يبتكر نتنياهو عبارة السلام مقابل السلام، أعتقد أنه يتحدث عن تجريد، عن عبارة هلامية. ماذا نقصد بالسلام في بداية الجملة، وما هو السلام في آخر الجملة، بمعنى ما هو سلام الإمارات مقابل سلام إسرائيل؟ وفي الوقت ذاته عندما يضفي كوشنر تلك الهالة الرمزية على أنه يعول على مزيد من الاستثمار إزاء عواصم عربية أخرى، أين هو السلام أيضا مع الفلسطينيين؟ وأعتقد بمن منطق النزاعات لاحظنا أن الاتفاقية المصرية الإسرائيلية والاتفاقية الأردنية الإسرائيلية كانت ولا تزالان ضمن ما نسميه في علم النزاعات بالسلام البارد أو الكولد بيس، بمعنى اتفاقيات بين أنظمة وحكومات، وليست هناك قاعدة شعبية أو حاضنة شعبية لهذا السلام. أعتقد أن الإمارات تعزز هذا المنحى، سلام بارد أو اتفاقية لهذا السلام البارد. وأعتقد أن التحولات الاستراتيجية، وينبغي أيضا أن نستحضر إلى جانب الموقف الفلسطيني الذي لا يشارك في التفاوض وليس له الآن دور في هذه العملية، هناك أيضا الفزاعة الإيرانية، وأعتقد أن على المسؤولين في أبوظبي أن يهتموا أيضا بما أبدته إيران عندما قال زعيمها روحاني إذا فتحت الإمارات على إسرائيل فإن طهران ستتعامل معها بطريقة مختلفة. أعتقد الإمارات الآن على الخط العربي أصبحت الآن تواجه الكثير من الأسئلة الصعبة، على الخط أيضا الفارسي أو خط الواقع الاستراتيجي في الخليج هي أيضا في المقدمة، إذا في منطقة تخوض الكثير من التحديات الاستراتيجية والأمنية. إذن أعتقد أن يد الإمارات ستكون مغلولة إلى حد ما، سواء في التعامل مع بقية العواصم العربية، مع إيران، لكن
السؤال إلى أي حد يمكن أن نعول على صحوة استراتيجية إماراتية في هذا المسار؟ أعتقد هذه مسألة وقت ما بعد توقيع الاتفاق الرسمي هنا عند هذه النقطة. نعم. المباشر نعم. مع تل أبيب. عند هذه النقطة بنصف دقيقة، هل هناك تعويل على ما اسمه الدكتور محمد صحوة إماراتية؟ لا أعتقد أن النظام في الإمارات لديه صحوة، فهو دخل في دوامة التنازل إلى آخر قطرة ولن يتراجع، لأنه لن يبقى لديه فرصة للتراجع. أما الصحوة أتمنى أن تكون صحوة على صعيد الشعوب وشعوب المنطقة لترد هذه الأنظمة التي أصبحت لا تعيل الشعوب أي قيمة ولا حتى أي اعتبار لتقدم التنازل. الجملة الأخيرة، المشكلة أن كل نظام عربي وقع مع الاحتلال اتفاقية وقعها بناء على وعود فقط نصية ولفظية للاحتلال الصهيوني، ولم ينفذ الاحتلال الإسرائيلي أي من وعوده، ثم جاء من بعده لتنازل أكثر، بدأنا بمصر ثم الأردن، واليوم تلتحق بهم الإمارات على وعود. وأعتقد أن من سيوقع اتفاقية بعد الإمارات سيوقع على وعود أسوأ من وعود الإمارات. شكرك. حتى نصل إلى استسلام عربي كامل مع الأسف عبر الأنظمة وضياع القضية الفلسطينية. على حضورك في الاستوديو شكرا لك الكاتب الفلسطيني معين نعيم. لا أنسى أن أشكر الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون في واشنطن، كان معنا من واشنطن. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة، تابعونا على سيريا دوت تي في. لكم مني وفريق العمل الأطيب تحية، إلى اللقاء.